عبد الرحمن. الو، الو، يا اهلا بيك يا ست الو، كل، يا دكتور. يا اهلا بيك، ايوه يا دكتور، اتفضلي يا ست الكل. انا من ايوه يا دكتور، عندي مشكله في الصدر ده يا دكتور، مشكله نعلي صعبه صوتك قوي. شويه يا ام عبد الرحمن. عندي الصدر ده كبير، مشكلته كبيره، بس المشكله يعني تكلفه العمليه صعبه قوي، وبتمنى ان حضرتك انت اللي تعملها لي. يعني الصوت مقطع خالص يا ام عبد الرحمن، حاول وطي التلفزيون خالص يا ام عبد الرحمن واسمعينا من التليفون. اوكي ماشي يا دكتور. ابو عبد عندي الرحمن قال لي مشكلة كل سنه وانت طيبه ولا لا؟ انا عندي عبد الرحمن عنده 3 سنين وصغير يعني، لازم يقول لي كل سنه وعايز وانت طيبه برضه. ايه؟ لازم يقول لي كل سنه وانت طيبه برضه. طبعا اكيد، بس يا دكتور والله انا عندي مشكلة صعبة قوي ونفسيتي وحشة قوي، حاسة ان الانسان تاني فوق صدري يعني، حاسة حاجة تانية، بقالي شهرين بحاول اتصل بحضرتك ما بعرفش غير شبكة بتتصل على طول. تحت امرك. ايه بتتمنى تتخلى المشكله؟ دكتور. ايه عندي المشكله يا ام عبد الرحمن؟ منطقة الصدر يا دكتور كبيرة قوي، عقم صدري كبير، انا عندي الاثنين، 27 سنة. انا الاثنين يا ام عبد الرحمن، اسمعينا من التليفون من التلفزيون بقى وهنقول لك على مشكله تصغير الثدي. المشكله الحقيقه في تصغير الثدي او مشكله الثديين اللي حجمهم كبير جدا دول، مشكله حقيقه مش مشكله جماليه فقط، هي مشكله جماليه ومشكله صحيه، لانها يعني الثديين المتضخمين جدا بيحصل فيهم مشاكل كتير، بيحصل فيهم يعني حاجات كتير، بيحصل فيهم التهابات تحت الثديين، بيأثروا بشكل أساسي على الفقرات العنقية والظهرية، بتخلي يعني والقطنية، بتخلي يعني العمود الفقري بتاعك شايل أكتر من حجمه بكتير، بتقطع الحمالات حتى بتاعت البرا، بتقطع في الكتاف كده من كتر حجم الثدي الكبير. وهي في معظم دول أوروبا وأمريكا تابعة للتأمين الصحي، يعني بتخش في العمليات العلاجية مش العمليات التجميلية. لكن في كل الأحوال هي عملية مهمة جدا لازم تعمليها، لأن هي فعلا بتأثر على الشكل وعلى الصحة العامة. ومن الحاجات الجرح بتاع عملية تصغير الثدي زي بالظبط ما قلنا على عمليات شد الثدي، يا إما بس جرح حوالين الحلمة، يا إما جرح حوالين الحلمة وحرف التي المقلوب. والحقيقة حرف التي المقلوب ده من العمليات الأساسية في تصغير الثدي، بنقدر نستأصل لغاية نص الثدي وساعات أكتر لو إحنا عايزين. مشكلة بس تصغير الثدي إن السيدة عادة ما بتعرفش ترضع بعديها، فلازم تبقى عندها هذه المعلومة، لأن إحنا بنستأصل جزء أساسي من الثدي، وبالتالي الرضاعة هتبقى مش طبيعية. طيب نرجع لموضوعنا وهو مامي ميك.